you yeah. yeah. السلام عليكم امبارح وقفنا بالحديث عن موضوع التعدديه وخاصه المذهبيه وبينا كيف انه غياب هذه القيمه ساهم مباشره بتمزيق السلام الاجتماعي ببلادنا وقلنا ايضا بانه وصلنا الى امر خطير جدا جدا كلنا عم نعاني منه واتفقنا انه اليوم نحكي عنه هذا الامر اسمه ظاهره التكفير المجتمع العربي والاسلامي شئنا ام ابينا عم بيعاني من ظاهرة خطيرة اسمها ظاهرة التكفير. هذه الظاهرة انتشرت حتى صارت فعلا تهديد فعلي للسلام الاجتماعي. وإذا ما كان في مواجهة واضحة وفعالة وناجحة فنحن رايحين بطريق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هيدي الظاهرة اللي اسمها التكفير إذا استمرت بالمجتمع وصارت منهج عند الناس يعني نحن فقدنا كل الأصول يلي أمرنا فيها الإسلام وصرنا عايشين بمجتمع لا يمت إلى الإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي لن يكون في بلادنا لا سلام ولا أي شيء بالعكس رح نفوت بصراعات وتقاتل أخطر ما فيها إن ستقضي على كل الأطراف وما حدا رح يكون فيها منتصر لازم نعترف بهذه الحقيقه اذا انتشرت ظاهره التكفير كلنا خاسرون كلنا متضررين كلنا متاثرين الفائز الوحيد هو العدو لهذه الامه يلي قاعد طاير من الفرح هو عم يتفرج علينا اسوا ما في هذه الظاهره انه للاسف صار في مين يتقبلها بالمجتمع صار في مين فعلا يتعامل معه وكانه اصل من اصول الدين يعني لتكون مسلم فعلا لازم تحكم على الناس وتكفرهم وتفسقهم وتصنفهم ومن هون صارت نظرة كثير من الناس مسلمين وغير مسلمين إلى هذا الدين العظيم وكأنه دين إرهابي دين دموي دين عدواني لا يعترف بأي إنسان غير مسلم ويمكن مش بس منه مسلم منه من نفس الرأي تاعي دين لا يسمح بأي اختلاف فكري أو اجتهاد فقهي أنا مسلم تابع لراي من يتكلم والا فانت كافر ومصيرك الى النار تكفير اي انسان يعني تجريده من الحقوق الانسانيه وتعريضه للاهانه والقتل خاصه اذا كان عايش بمجتمع مليء بالعاطفه الدينيه المبنيه على مجرد العاطفه يعني ما في عندنا علم صحيح اذا صارت هذه الظاهره طابع جماعي فهي رح تعرض المجتمع كله الى خطر كبير وراح يصير في تغييب مباشر للسلام الاجتماعي من اساسه. مشان هيك الاسلام نبه لخطوره التكفير وقال يا جماعه كل من يشهد ان لا اله الا الله ويلتزم باركان الدين هو انسان مسلم. ممنوع منعا بيتا يكون في تشكيك باسلامه. الله عز وجل في القرآن ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ممنوع تنفو صفة الإيمان عن كل واحد أظهر مظهر الإيمان واتصف به النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله الاسلام اجى عم بيقول للناس كلهم انتوا عليكم تحكموا على الناس من خلال أعماله علينا الظاهر وعلى الله السرائر فلان قال انه مسلم بيصلي بيصوم بيقوم بكل الفروض يلي امروا فيها المولى سبحانه وتعالى هو عندنا مسلم له كل الحقوق والاحترام مثله مثل اي انسان جوات قلبه شوفي نيته كيف الله اعلم المولى هو الذي سيحاسبه مش انا غياب فضيله التعدديه وخاصه المذهبيه منا يلي حكينا امبارح ادى الى شيوع ظاهره التكفير بدايه من مذهب الى مذهب ثم بداخل المذهب الواحد بس لما تستقر هذه التعدديه بالمفهوم الاعوج ويصير في نفي لها ورفض لها ونضيف عليها الجهل واصحاب المصالح يعني صار التكفير ظاهره بين الكل. كنا ايام زمان نسمع انت يا اما معي يا اما ضدي. لا اليوم الشعار المنتشر اليوم اما ان تكون معي واما فانت كافر. ابن عبد البر بكتابه التمهيد بيقول: القران والسنه ينهيان المسلم عن التكفير. إذا كل النصوص بالقرآن والسنة وأقوال الفقهاء وجهد العلماء بيقلنا صراحة أنه ممنوع يكون في تكفير بالمجتمع المسلم طيب من وين إجت هذه الظاهرة؟ أول سبب لظهور التكفير بالمجتمع هو غياب العلماء والدعاة لفترة طويلة عن دور الحقيقي بالتوعية أو بالإرشاد أو بنشر العلم الصحيح وخلينا نكون صريحين ونحكي بوضوح هيدا العالم أو الداعية أو الخطيب أو إمام المسجد لما يكون من خلال عمله بعيد عن واقع الناس بعيد عن مشاكل الناس يعني هو عم بيترك هذا المجتمع يواجه مشاكله وهمومه الفكرية والاجتماعية لحاله كل فرد عم بيعتمد على عقله على قدراته الفكرية والعلمية وصار في عنا نوع من التخبط ما عاد في العلم يلي مطلوب يكون بالمجتمع شوي شوي صار في جماعات معينة صار في جمعيات مؤسسات يلي عم بتروج لفكرة بأسلوب معين وكل جماعة عندها أهدافها وعندها خططها وعندها مصلحتها وطبعا عندها زعيمة يلي بيهمه يلم الشباب بعمر صغير بعمر التلقي لا يلي هو بده ليعلمهم ما يريد وما يستفيد منه هو للأسف خلال سنوات كتيرة كانت هالجامعات عم تستخدم بلادنا كمسرح لعملها وقدرت تجمع رضينا أو مرضينا قدرت تجمع ناس كتير وتغرس فيهم هذا الجهل بعد ما لبسوا لباس العلم بيحكوا مع الشباب بلغه سهله باسلوب محبب بقصص بتلفت انتباه المستمع بيعملوا لهم نشاطات تحبب الناس بيحطوا لهم شعارات الناس مشتاقه تسمع هذه الشعارات بيسمعوا للشباب وهموم الشباب وبنفس الوقت عم بفوتوا بنفوس الناس افكار فاسده وبلشت ظاهره التكفير تظهر بمجتمعاتنا المشكله ان كل هذه الامور حصلت والمجتمع في غفله كان في تبسيط للامور استغلوا بعض الناس لمصلحتهم ونشروا ثقافه التعصب والطائفيه والمذهبيه والتكفير لحد ما صارت فعلا ظاهره تهدد السلام الاجتماعي الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه كان يقول إن المسارعة في التكفير دأب الرعاع والحمقى هناك علماء مبرزون في ميدان ومقصرون في ميدان آخر يعطون أنفسهم حق إصدار أحكام علمية وتاريخية في كل الميادين وهم بذلك يعينون الجهل على تكوين أفكار منحرفة ضد رجال أبرياء لما الإنسان يصير عنده غرور ويحس حاله انه هو اعلى من الناس نفسه بتصور له اشياء خاطئه هي بالحقيقه مدمره للمجتمع كيف اذا كان هذا الانسان المغرور في له اتباع من الجاهلين مصدقين يلي عم بيقولوا وعم بينفذوا اوامره هون بيطرح السؤال نفسه كيف وصل هؤلاء الشباب التابعون لها المستوى من التبعيه المقيطه يلي تلغي العقل وبتخلي صاحبه اشبه باداه يحركها من يشاء كيف شاء الجواب أولا من خلال الجهل وهذا السبب الأساسي بوجود ظاهرة التكفير اثنان المصلحة الشخصية أو سواء كانت سياسية مالية سلطوية شو ما كانت ثلاثة غياب التربية الصحيحة أربعة توقف العلماء والمسؤولين عن ممارسة دورهم بالمجتمع خمسة انتشار التعصب الأعمى طول ما هالأسباب موجودة اوعى حدا يضحك على حاله على المجتمع ويفكر بانه راح تنتهي ظاهره التكفير من بلادنا كتب التاريخ تروي لنا بانه اسامه بن زيد كان بمعركه وشاف قدامه انسان مقاتل ولكن غير مسلم فرفع سيفه اسامه بن زيد وبده يقتله قام هذا المقاتل غير المسلم قال لا اله الا الله فقتله اسامه لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا الامر وغضب وقال له اقتلته بعدما قال لا اله الا الله فقال اسامه انما قالها تعوذا من السيف خايف من السيف فقال له النبي هلا شققت عن قلبه انت بتعرف شو في بقلبه تعرف شو في بنيته طيب كيف ونحن اليوم عم نشوف جهات عم بتكفر ناس ومجتمعات باكملها وتقتل وتنشر الخراب بس لانه بفرع من فروع الدين يلي اصلا مسموح فيه الاختلاف هن ما موافقين عليه. اخطر شيء بظاهره التكفير انه اصلت عملت عمليه ترسيخ بعقول معتنقيها فكره القتال كاساس للتعامل مع كل انسان مختلف ولو كان هذا الاختلاف امر بسيط كي يشوفوا هالآية وشوفوا قد ايه في بعد حقيقي من هؤلاء المكفرين عن عدالة الإسلام عن الفهم الصحيح لهذا الدين العظيم الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هاي فريقين من المسلمين صار في خلاف وصار في قتال بيناتهم فأصلحوا بينهما يعني أول شيء أنت عليك أنك تصلح بيناتهم مش تقعد تكفر فإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وراء دغري الآية اللي عم تحكي على خلاف ممكن يصير بين المؤمنين الشعار إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله انتم اخوه في رابط كثير قوي اسمه رابط الايمان اول واجب عليكم هو الاصلاح والا غاب السلام عن مجتمعاتكم مهما صار خلاف مهما وصل الامر بينكم حتى لو صار في تقاتل ممنوع استخدام لغه التكفير او ثقافه التكفير او سياسه التكفير او سلاح التكفير كل العلماء الثقات قديما وحديثا نبهوا من خطوره هذا الامر كلهم بينوا بأن التكفير لن يكون الا خرابا على الامه وعلى ابنائها وتغييبا للسلام عن المجتمع حتى بعصرنا الحديث العلماء كلهم تنبهوا الى هذا الامر والى هذه المفسده وقالوا نحن مسلمين دورنا ان ننشر الخير في المجتمع مش ان نبحث في نوايا الناس ان نفتش في اسرار القلوب ان نطلق الاحكام عليهم كل واحد حسب ذوقه وحسب هو شو بده ومصلحته الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه كان يقول من يكفر المسلمين فقد وافق عمله عمل الشيطان السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله عليه كان يقول الاوضاع التكفيريه في المجتمع حركت الفتنه وسببت حاله من التمزق في واقع المسلمين ادت الى حرب تتغذى من الفتن الطائفيه والمذهبيه اذا بدنا فعلا نشعر بالسلام الاجتماعي اول شيء لازم نعمله نحارب هذه الظاهره الدخيله على هذا الدين العظيم ونرجع كلنا الى اصل واحد الى اصل عظيم جمع بين المسلمين جميعا اسمه الاسلام السؤال يلي بيطرح حاله وكل الناس عم تساله، كيف ممكن نعالج ظاهرة التكفير يلي انتشرت بالمجتمع لحد ما صارت أمر خطير جدا عم بيهدد السلام من كل ناحيه وخاصة السلام الاجتماعي. الجواب بكل بساطة بالعلم الصحيح بالخطاب الديني الواعي السليم لازم أولا يكون في عنا خطة كاملة متكاملة تزرع أصول العلم الصحيح بنفوس الناس وخاصة الشباب من الصف الأول ابتدائي وحتى نهاية المرحلة الدراسية لازم يكون في كتب مدرسية تعطي الأفكار الصحيحة للطلاب وتكون هذه الكتب بإشراف ناس ثقات يفوتوا المعلومة بأسلوب صحيح بعيد عن كل مظاهر التعصب والطائفية بس يوصلوا على الجامعات لازم يكون في ندوات ومحاضرات ومتابعة تشرح لطلاب الجامعات بكل صراحة الأمور يلي عم يسألوا عنها وهون خلينا نقول كلمة للأسف في عنا غياب لهذه اللقاءات التوعوية المطلوبة عن مدرجات وقاعات الجامعات بمختلف المناطق اللبنانية والسبب أنه صار في عندنا كثير من الناس تعتبر أنه هذه المحاضرة الدينية نوع من أنواع المشاكل إذا بدنا نعملها ممكن تعملنا مشكلة بالجامعة ممكن تسبب خوف بس نقول محاضرة دينية في رعب وكأنه هي سبب للإرهاب أو لنشر الأفكار المنحرفة لا يا عمي لا يا جماعة العكس هو الصحيح لما هذا الطالب يحس بأنه الدين ممنوع تحكي فيه ممنوع تحكي عنه ممنوع يكون في محاضرات أو حوارات حوله عم نزرع براسه فكرة بأنه الدين حيسبب مشاكل الدين رح يعمل حالة من الخوف الدين مشكلة بحد ذاته وبالتالي عم يطلع هذا الطالب يا اما راح ينكر هذا الامر ويصير في رده فعل عكسيه فيصبح متطرف يا اما راح يصدق هذه الفكره ويبتعد عن الدين قلبا وقالبا وهذا ايضا نوع من التشدد المرفوض. الامر الثاني المطلوب لعلاج هذه الظاهره اللي اسمها التكفير. هو أنه يكون في عنا سلسلة من النشاطات الدينية يلي بتجمع مختلف الأراء وتكون المناقشة بأسلوب علمي صحيح يوضح للناس أنه هذا الاختلاف بالمجتمع المسلم يغني المعارف يثري المعلومات هاي النشاطات لازم تكون عند الشباب من مش عند غيرهم يا جماعة لازم نحن نروح لعند الشباب بالنوادي، بالجامعات، بالمدارس، بالمعاهد بالمعارض الشبابية لازم نقدم لهم الاسلام الصحيح ويشوفوا اثره بالمجتمع لازم يحسوا انه فعلا الاسلام مش مثل ما البعض عم بيقول دين تكفير وقتل ودين يحارب الناس كلها اذا بدنا فعلا نحارب التكفير لازم يكون في انفتاح في المجالات الثقافيه والفكريه والابداعيه بالمجتمع لازم يكون في تعاون بين مختلف اصحاب المدارس المذهبيه لنشر الفكر الصحيح بالمجتمع وخلينا نوسع الدائره شوي بدنا نعمل مسلسلات تلفزيونيه اجتماعيه يشارك بكتاباتها دعاة عندهم ناحيه ادبيه بدنا نعمل افلام بالسينما ننشر العلم الصحيح ونفرجه وممكن خليني اكون صريح ممكن يطلع احد الدعاة بهذا الفيلم لحتى ياكد للمشاهد الفكره يلي عم نقدمها من انه الاسلام هو دين السلام والثقافة والتعدد، وابدا مش مثل ما عم يروجوا السلام الاجتماعي مطلب اساسي بحياة اي مجتمع مسلم. هذا المطلب ما ممكن انه يتحقق الا اذا كانت الحياة بين افراده قائمة على حسن الظن والاحسان للاخر. رواية بتذكرها كثير من الكتب. رجل اجى لعند احد العلماء وقال له: "لقد سمعت مسلما يقول: انا احب الفتنه واكره الحق واصلي بغير وضوء ولي في الارض ما ليس لله في السماء فهل يجوز تكفيره فينا نكفره له الانسان فقال هذا العالم لا تتعجل ربما يحب امواله واولاده وهم فتنه لقوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه ويكره الموت وهو حق ويصلي على النبي وهي صلاة بغير وضوء وله في الأرض ما ليس لله في السماء يعني له زوجة وأولاد والله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد العبرة يا جماعة ما تفتشوا على نوايا الآخرين لحتى نوصل لسبب تقدروا تكفروا فيهم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده أكبر أذى أكبر عدو للسلام ان واحد يسعى دائما لتكفير الناس صدقوني اذا فهمنا الدين كما امر الله وعملنا بالدين كما امر الله رح نعيش بقمه السلام الاجتماعي وغير الاجتماعي وعليكم السلام